هي أول مسلخة بهذا النوع تنشئها الحكومة التشادية، جاءت لتساهم في النهوض بالاقتصاد ومحاربة البطالة والفقر، والتي تعتبر ضمن أهم المنشآت التي تنفذها الحكومة التشادية بالبلاد. وباعتباره منسق العمل الحكومي، زار وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كلزبي باهيم ديبي والوفد المرافق له هذه المسلخة الحديثة، حيث استقبله وزير الثروة الحيوانية وعدد من التجمع الراعوية وتجار البهائم ومنسق المشروع والعمال. وزير الدولة والوفد المرافق له زار مختلف الأقسام بالمسلخة التي تحمل كل المواصفات، حيث صالة التبريد، التجفيف، الذبح والسلخ، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى مثل حوض الماء وقسم معالجة الدم والأظافر. ونسبة لحداثتها، فإن المسلخة بها معمل يقوم بكشف أمراض البهائم. هذا المشروع القيم تنفذه الحكومة التشادية بمالها من الخزينة العامة، وباعتباره حيوي ومهم سوف تكمل أعماله نهاية هذا العام، حسب وزير الثروة الحيوانية كايانغ سواريم. هسه كده نقول أباتور ده هو ماشي أديل عشان hindi kadar sana ikambil la beda beta buna ga kan peinture ga kullu ke ikambil mais lakin abattoir da huma buna besma fi inda lo equipement ga masamir inda irabutu mo keda khalas shokol da ga bu jumumin barra o hasa keda fi kala mana buna da kullu ke be akuma matal filu bara gadin to d'execution gara tisa o tamani filmia da khalas al-fadal al-ashara fi miada dama equipement ali rabutu o equipement da kullu ke gaibu ju min bar da kullu ke jabo khalas ko ma da kullu ke gaib da tabane otisin jais gaib an itnenda da container talata kullu jahid fi dirib donc ko ma da kullu ke gaib shogol ke al-bidari ke abattoir da ma bi kambi lake mafi hakuma kafata guruz da kullu ke wa kumam da kullu jais gaib nasal gaib bi ju barbotom da jaim min bar kullu nazza kullu jaim donc hini le sanay kamil da be da kullu kamil mais lakin antenam char wide ziyada foga achan le hutar fogu equipement donc réglage dul inda dugo dugo fi kadar 31 janvier da khalas yantuna ikamil. وعقب الزيارة، فقد خاطب وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كلزبي باهيم ديبي التجمعات الرعوية وتجار البهائم قائلا: إن هذه المسلخة نواة للاقتصاد، أنشأتها الحكومة لصالحكم، فعليكم الاهتمام بها لأنها تسد حاجاتكم وتحفظ لكم اقتصادكم وتنميه، علما بأن هذا المشروع أطلق منذ العام 2014 لكنه توقف واستؤنف العمل فيه عام 2018 وسيسلم للحكومة نهاية هذا العام. زيارة وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كلزبي باهيم ديبي لهذا المركز الحديث، مركز توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، جاءت بهدف الوقوف على سير العمل وتشجيع المؤسسة الشريكة شركة غلينكور التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع. ومع وصوله المقر استقبل من قبل المدير العام للشركة الذي رحب بالوفد الحكومي وحيى شراكتهم مع الحكومة التشادية، قبل أن يشرح لوزير الدولة ما قامت به مؤسستهم حول تنفيذ هذا المشروع حتى اللحظة. وقد أكد بأنهم يعملون بالتعاون مع وزارة البترول وتحديدا الشركة الوطنية للكهرباء، بدءا بالتدريب وتركيب بعض الأجهزة، حسب أدم سليمان مدير العلاقات العامة بالشركة. بعد ذلك، فقد زار وزير الدولة والوفد المرافق له غرفة التوزيع للوقوف على ما تم حتى اللحظة، حيث استمع إلى شروح مفصلة عن هذه العملية قبل أن يزور المولد الكهربائي. وقد ينتج المركز 2 ميجاوات، لكن أثناء الزيارة تبادل الطرفان الحديث، حيث قال وزير البترول والطاقة بأنه يجب العمل سويا لرفع الميجاوات إلى 10 ليتثنى للجميع الحصول على الكهرباء وتسيير المسلخة الحديثة به دون انقطاع. وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كلزبي باهيم ديبي الذي وصف مشروع الطاقة بالغاز الطبيعي بالمهم،
والذي جاء ليمد المسلخة الحديثة بالكهرباء، وهذا دليل على اهتمام الحكومة التشادية بتحسين ظروف حياة المواطنين ودعم اقتصاد البلاد.